يعطيك العافية يا خامس، كيف حالكم يا مس؟ الحمد لله. اليوم بدنا نعمل مراجعة سريعة لمادة الامتحان، الامتحان راح يكون يوم الأحد إن شاء الله، تمام؟ راح أعمل لكم مراجعة بالوحدات الداخلة لمادة امتحاننا، تمام؟ وبدي إياكم تركزوا كتير حتى لما تيجوا تدرسوا على المادة تركزوا على الأشياء اللي أخذناها بهاي الوحدات، تمام؟ راح نعمل هلا مراجعتنا. الرجاء منكم تنتبهوا على اللوح حتى نتمكن من انجاز اكبر كميه من المراجعه خلال هاي الحصه. يا مس، اخذنا وحدة الكسور صح؟ اه. شو يعني كسر؟ من ايش تكون الكسر؟ اه يا مس، من ايش تكون الكسر؟ ممتازه، احسنتي. يا حنان، شو يعني كسر فعلي؟ تمام، ممتازه، تمام. يلا يا مريم، شو يعني كسر غير فعلي؟ بسطها اكبر من المقام. ممتازه، احسن. تقدر تعطينا مثال له؟ 9 على 1. ممتازه، احسنتي. يلا يا مس، العدد الكسري، شو هو العدد الكسري؟ مين يحكي لي شو العدد الكسري؟ امي ماتي بجيب الكون رقم جنبه رقم، يعني كسر بسطه مقام جنبه شو بيكون؟ رقم. تمام، ممتاز، احسنت. هلا بدنا ناخذ امثله بنراجع فيها الكسور وانماط اللي اخذناهم افكارها، تمام؟ اول اشي لما يجي عندنا كسر زي هيك 1 على 2 + 1 على 4، على اول نقطه شو بتنتبهوا لها؟ يا مس، اول نقطه يا عمر شو بتنتبه لها؟ البسط ولا المقام؟ ممتاز، المقام. هلا يا مس، المقام هون شو عندك؟ 2 و4 صح؟ هذول 2 و4 بيشبهوا بعض او مختلفين؟ لازم نسويهم نفس بعض؟ ممتاز، اهم شرط حكيناه يا ريتان لما نشتغل على مبدا الكسور شو بننتبه بالجمع والطرح؟ المقام. شو لازم نعمل له؟ واحد مقامات اذا ما كان نفس المقام. ممتاز، احسنتي. مين يطلع على اللوح اللي اول فرع؟ يلا يا تيماء. يلا يا مس، كيف نحل 1 على 2 + 1 على 4؟ وحدي لي مقامات. يلا يا مس، تمام، ممتازة. 1 على 2 + 2 + 2، اضربي.